عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة، وأشكر الجميع على تفاعلهم الجميل مع المعلومات التي أنشرها ومع كل التحديثات التي نحن دائما بصددها. إن شاء الله أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم وأقدم ما هو مفيد لكم وللمجتمع بشكل عام. اليوم سنتكلم عن كما يقولون الغوريلا التي وزنها 800 كيلوغرام أو في الغرفة، التي وزنها 800 باوند في الغرفة، والتي يحاول الجميع أن يلتف حول موضوعها. وهذه الغوريلا هي ناسا. ناسا! يكفي أن تذكر اسم ناسا حتى يعني يجتمع عليك قوم من حيث لا تعلم، يتكلمون أن ناسا تكذب عليك، وناسا عاملة الدجال، وناسا 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 وناسا. شيء جميل، ولكن ناسا بحد ذاتها يعني لها مشاكل عند الناس. ناسا لمن لا يعلمها هي وكالة الفضاء الأمريكية، وهذه تعد إحدى الوكالات الحكومية التي لها مرجعية قانونية، ويعني كل الناس يستطيعون مساءلة ناسا، خصوصا الأمريكان يعني يستطيعون مساءلة ناسا والتحقق من كل شيء، من أصغر فاتورة حتى أكبر مشروع. طبعا مستوى التدقيق ومستوى التوثيق عند ناسا شيء خرافي، يعني لا يمكن حتى الرجوع إليه. يعني عندما يكون عندك مشروع وتحاول أن تدقق يعني الأشياء الدقيقة فيه، ستحصل على صناديق وصناديق 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 من المعلومات ومن الأوراق ومن المستندات التي يعني تشرح كل شيء، حتى أصغر برغي مثلا في المكوك، من مكوناته إلى شكله إلى أبعاده إلى المادة المصنوع منها، نسبة الحديد فيها، المقاومة للكهرباء مثلا، مرونة هذا المعدن، والمدى الذي يتكسر عنده، درجة الحرارة التي يستحملها. معلومات مستفيضة ومملة جدا جدا جدا، كافية بحيث أن أي شخص عنده أي نوع من يعني الشك في هذه الأمور سيكون يعني هذه ستعميه من كثرة المعلومات التي يمكن أن تصل إليه. طبعا الحمد لله هذه المعلومات متاحة وموجودة. طبعا ناسا أيضا يدعون عليها بكثير من الأشياء، لكن الشيء الأكيد أن العلماء يقدرون موقف ناسا، ونحن نأخذ على كلام الآخرين. يعني عندما نرى أن العلماء يقومون باحترام هذه المؤسسة وبتقديرها وب يعني توثيق الكلام الخاص فيها و يعني إعادة نشر المعلومات التي فيها، نحن نأخذ على قول العلماء هؤلاء، لأن هؤلاء العلماء هم المعلمون الأصليون، فنحن نأخذ العلم عن العلماء ونأخذ، والمعلمون يأخذون عن العلماء فيدرسون الطلاب فيما بعد، لأن هؤلاء العلماء بشكل عام لا توجد لهم مصالح شخصية في الكذب المباشر مثلا، لأن الذي يكذب يعني يقضي على مستقبله المهني. لكن الخطأ وارد، وهذا الشيء معروف طبعا، يعني هناك دائما أخطاء، وهناك دائما تصحيحات، وهناك دائما يعني تمحيص أكثر ودقة أعلى، وأشياء كثيرة تحدث. نحن يعني لا نحمل الإنسان فوق طاقته، فهو يتحرى الصدق ويتحرى إيجاد الحقيقة قدر استطاعته، ولكن هذا لا يعني أنه سيصل دائما الحقيقة، ونحن نتكلم على مستوى علماء. فتخيل مستوى جماعة الأرض المسطحة المتواضع جدا، وهم يعني على ذوي علوم محدودة وإمكانيات محدودة وتفكير محدود وقدرات محدودة جدا بدائية، يعني فيبدأون يخلطون العلوم الحابل بالنابل ويخرجون منها باستنتاجات طبعا ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يمكن توثيقها أو الاحتكام فيها يعني من ناحية علمية، ويمكن تفريدها بكل سهولة، لكن هي تصبح فيما بعد مسألة عناد يعني من هؤلاء الجماعات، فهو لا يصدق أن هذا الشيء يحدث هكذا، مع أن العلم يعني خلص يعني بعض العلوم يعني تم البت بها وانتهينا من زمان. يعني قضية الأرض المسطحة قضية خسرانة من 500 سنة، يعني هي خسرت من 500 سنة. إعادة فتحها الآن هي عبارة عن عبث.
عبث يعني. هذا ما نستطيع أن نقوله. يعني كلمة سريعة للتعريج على هذا الموضوع. طبعا ناسا، نحن نثق بناسا لأن كما قلنا لها مرجعية ومصداقية، ولا ويمكن تمحيص والتأكد من كل المعلومات التي تنشرها ناسا بشكل علمي. طبعا العالم الذي سيجد شيء خطأ لناسا سيصبح مشهورا جدا، يعني سيصبح من المشاهير، سيشيرون عليه بالبنان، هذا الذي أثبت أن ناسا أخطأت في الشيء الفلاني، وهذا يعني شرف عظيم جدا ويحسد عليه أي إنسان يحصل عليه، لأنه يعني مسألة صعبة. لكن هل هذا مستحيل؟ لا، ليس مستحيل. هناك الكثيرون الذين أثبتوا أن بعض الأشياء قامت بها ناسا، كما أن هناك الكثيرون الذين دققوا وراء ناسا، والأكثر الذين حققوا في أمور ناسا كانت أخطاء وأخرجوا المعلومات كبيرة التوثيق كما قلنا كبيرة جدا، لدرجة أن في حالة حدوث أخطاء وفي حالة حدوث يعني قضايا تحتاج التدقيق أو التحقيق، وخصوصا التحقيق الجنائي مثلا أو معرفة شيء، يستطيعون الوصول إلى يعني أعماق الحقيقة بشكل مذهل، لأن كل شيء موجود. المعلومات يعني هو يمكن المشكلة ليست في عدم وجود المعلومات، احتمال تكون المشكلة في كمية المعلومات الضخمة جدا. يعني نظرية، يعني نتكلم نحن عن البيج داتا، المعلومات الكبرى مثلا أو المعلومات العظمى، نتكلم فيها عن عدة أشياء، مثلا منها الفيلوسيتي، سرعة المعلومات وكمية المعلومات وتنوع المعلومات، و يعني سموها الفور فيز هاي في البيج داتا، يعني عندهم موجودة هذا الزخم من المعلومات الكبير جدا، موجود طبعا من الستينات، وشيء يعني مذهل. على العموم أنا لا أحب أن أدافع عن أحد بشكل كبير، لكن أنا أجد أن هناك مفهوم مغلوط جدا عند الناس. يعني أنا بدأت أستغرب يعني من وجهة نظر الناس، لا احترام للعالم، لا احترام للمؤسسات العلمية الكبيرة والعريقة والتي فعلا يعني قام عليها مئات الآلاف، عملوا فيها ومئات الآلاف الذين ضحوا بالغالي والنفيس يعني حتى يخرجوا شيء للبشرية تستفيد منه كوكب الأرض كامل، يعني البشرية قاطبة بغض النظر عن انتماءاتك الدينية والسياسية وأفكارك، وحتى إذا كنت تكرههم لناسا فهم يعني يعملون من أجل خير البشرية بشكل كبير. طبعا مصالح أمريكا أولا، ولكن هم يعتبرون أن البشرية هي يعني أمريكا هي تمثل كل البشرية، وهذا شيء يعني عائد لهم. لكن على العموم كل المعلومات التي تصدرها ناسا تم تأكيدها وتوثيقها وتمحيصها من الوكالات الأخرى ومن علماء آخرين، ضمنهم علماء عرب وعلماء أجانب وعلماء من كل ملة. طبعا نحن نتكلم عن علماء عرب، يعني نحن نتكلم عن النزر اليسير، أرقام صغيرة جدا مقارنة بالعلماء الكبار والأنداد، وليس فقط الأنداد، والأعداء أيضا الذين تأكدوا من قدرات ناسا والأشياء التي تفعلها، وكانت فعلا يعني حرب جميلة جدا، الحرب العلمية التي قامت بين روسيا وأمريكا في يعني محاولة غزو الفضاء بكل شكل ممكن. للأسف أنها توقفت، وللأسف أنها تستغرق فترة طويلة حتى يتم إعادة إشعالها. حاليا الحرب ستكون ما بين أمريكا والصين، كما يبدو الصين ستنزل مركبات على القمر هذه السنة، وهناك على الأقل 4 أو 5 مركبات ستنزل على القمر أو حول القمر هذه السنة، والسنة القادمة هناك حوالي 19. يعني المستقبل مليء بالأحداث الجميلة التي القادمة. في النهاية طبعا المعاندون سيبقون معاندون، يعني ومن يكرهون ناسا زي ما مثل ما يقولون haters are gonna hate، يعني ناسا ناجحة ولا تحتاج إلى أحد حتى يعني خصوصا من جماعة الأرض المسطحة الذين هم يعني كما قلنا يعني لا هم علماء ولا هم حتى اجتماعيا ليس لهم تلك القيمة الكبيرة، يعني ويأخذون علوم عن جاهل عن جاهل عن جاهل وجاهل عن جاهل عن جاهل عن كذاب، أو عن إنسان تائه يعني من بتفكيره وبطريقة الاستنتاج والاستدلال، وهذه تحتاج يعني نظرة كبيرة بالنسبة لهذه المواضيع. طبعا نحن نقوم بتحليلها واحدة واحدة، وإن شاء الله كل ما يستجد شيء جديد سنتكلم عنه. ابقوا بخير، وأتمنى من الجميع الاستمرار في المشاركة والتعليق وهذا التفاعل الجميل جدا. أنا سأكون مشغول جدا خلال اليومين القادمين لأنه عندي مؤتمر
وعندي اجتماع مع بعض الزبائن ومديري في البلد، ولكن إن شاء الله سأحاول جهدي أن أقوم يعني بجهدي بإني أضل على تواصل معكم. تحياتي لكم جميعا، وإن شاء الله أراكم في فيديو قادم. السلام عليكم.